حتكشل الأربعة متاع العشية. أما قبل هذه هبطنا للشارع التونسي وسألناهم شنو يعرفوا هما على الموضوع هذا متاع زراعة الشعر. ناس شنو قالوا بنجاوبوهم. ألو إي إف إم سبيسيال سانتي باي ميد.إن. بالنسبة لزراعة الشعر ساعة سبب هو وأنه معناتها الشعر يبدأ يتساقط جو معناتها البدن يبدأ ضعيف فما مرض الثعلب هذا يقولوا له كما نقولوا احنا لحسة قبل نقولوا بقعة كامة تبدأ في الشعر ما فماش وما ينبتش فيها الشعر. بالنسبة إذا كان الحالة الأولانية نجم يأخذ دوايات ينجم يمشي معناها الأخصائي. أما إذا كان معناها بقايا كاملة فارغة والكل ولو يعملوا الزرع يزرعوا ينجموا يأخذوا من تالي بالتقنية الجديدة هذه نجم يرجع ينبت من جديد الشعر. بالنسبة لزراعة الشعر توا فما برشا تقنيات جديدة كل مرة شيء جديد كل مرة معناها ويظهر لي معناها إفكاس وعطين معناتها نتائج باهية معناها المشكلة هذه. الرجال يعملوا زراعة للشعر اللي هي من أسباب زادة السلع والتساقط الشعر تنجم تكون أسباب وراثية جينية كما نقولوا معناتها التستوستيرون معناها النسبة نتاعو في البدن ما تكفيش أنه باش يوفر الشعر فبالتالي نجم يخلي الشعر ناقص. زادة أسباب مرضية تخلي ستريس باش يسقط الشعر استعمال أدوية تكون قوية يخلي الشعر يطيح استعمال شامبوان معناتها كاليتي نتاعو خايبة برشا معناها دو موفيز كاليتي دونك يطيح الشعر. فبالتالي برشا الناس يمشيو يعملوا زراعة شعر معناتها عن طريق زوز طرق مثلا منها الطريقة التقليدية معناتها اللي متعارف عليها اللي هي معناتها ياخذوا بارتي من الشعر اللي ورا الودنين معناتها عن طريق عملية جراحية خفيفة يحطوها في البلاصة الفارغة ولا ياخذوا الطريقة الثانية بوصيلات ويزرعوها معناها في البلايس الفارغة. زرع هذي مش كان في الشعر بركة وفما تقنيات حتى فما عباد الحواجب بنتيحهم تطيح زادة ولي معاش ينبت فيهم الشعر ولا رجال اللحية زادة تلقى بقايا زادة تبدأ موجودة اللحية لكن بقايا هكا تلقى فارغة ما فيهاش يزادة ينجموا يعملوا فيها الزرع. نجم تكون ناجحة كما نجم تفشل ونجم ينتج عليها معناها عدة مخاطر كما النزيف العدوى ينجم زاد شعر جديد ينمو نمو غير طبيعي تكون معناتها نتيجة دون المأمول. ألو إي إف إم سبيسيال سانتي باي ميد.إن. نذكركم ان الموضوع متاعنا اليوم هو زراعة الشعر. حاضرة معنا دكتورة دنيا بن شميع دكتورة مختصة في زراعة الشعر وطب التجميل باش تجاوب على التساؤلات متاعكم الكل على 31 380 ألف من توا حتى يكشل الأربعة متاع العشية. دونك دكتورة قبل ما نحكيو على زراعة الشعر شو ما الأسباب اللي تخلي الشعر يطيح واللي نوصلوا على خاطرها نعملوا زراعة شعر؟ دونك فما برشا اسباب تسبب في تساقط الشعر. اول حاجه راهو الشعر نتاعنا يتجدد كل نهار دونك عادي كي واحد يخسر 80 الى 100 شعره في النهار هذيك علاش معناتها لازمنا نفرقوا ما بين التساقط العادي والتساقط المرضي. التساقط المرضي هذيك كي نلاحظوا فما اكثر 100 شعره في النهار كي انت تلاحظ على اللوغي نتاعك على المخده نتاعك اللي فما شعر كي تمشي تشعرك فما شعر اكثر من اللازم ديما تلقى شعر طايح في القاع والا كي تدوش تلقى برشا شعر طايح. دونك وقتها اول حاجه تعملها تمشي تزور الطبيب نتاعك هو اللي باش يشخص لك المرض نتاعك على خاطر فما برشا اسباب ومش الكل شبه لبعضها. معناتها انت صاحبتك خذيت دواء برات منه مش معناتها انت لازمك تاخذ نفس الدواء هذيك خاطر انت تنجم تكون تختلف. عندك سبب اخر يختلف من اسباب صاحبتك. دونك من الاسباب نتاع تساقط الشعر عندنا نقص نتاع الحديد. نقص نتاع الحديد يتسبب في تساقط الشعر وهذا موجود بكثره عند النساء في تونس. دونك جينيرالمون سي تلقى عندهم اكثر من رجال دونك هذاك علاش فما تحاليل نعملوهم وكي نلقاو اللي الحديد ناقص وقتها نعوضوا بالحديد وبعد يرجع الشعر. فما اسباب اخرين كيف ما ستريس ستريس هذا كيف في مده معينه بيريود دي زيكزام ساعات الشعر ينجم يتيح. فما التساقط سيزوني معناتها في الخريف والا في الربيع هذاك يتسبب زاده في تساقط الشعر. فما ساعات دويات ناخذوها هي اللي تسبب لنا في تساقط الشعر هذاك علاش الطبيب نتاعك ديما يسالك شنو ما الدويات اللي قاعد تاخذ فيهم. فما دويات هما اللي يسببوا لنا في تساقط الشعر دونك كي نوقفوا عليهم يوقف تساقط الشعر معنا. فما أسباب وراثية فما هذيك خليوها في الاخر اسباب وراثيه تنحكي عليها من بعد. قبيله سمعنا فما شكون من لي انتركوتور ils ont parlé de la pelade الثعلبه ولا يعيطوا لها زاده اللحسه هذيك سي اون مالادي اوتو ايمون معناتها مرض اللي فيه دي انتيكور هما اللي يمشيوا للشعر ويسببوا في التساقط نتاعو. عندنا زاده المرض الوراثي لالوبيسي اندروجينو جينيتيك المرض الوراثي
للصلع اللي هو هذايا سي اون انديكاسيون لغريف دو شوفو هذايا المرض الوراثي قبيله سيده فما شكون حكي على تاثير الهرمونات صحيح المرض الوراثي هذايا للصلع لا لوبيسي اندروجينو جينيتيك فيه دو بارتي اون بارتي جينيتيك اون بارتي دو اوز اندروجين اللي هما لي هرمون اندروجين معناتها الهرمونات الذكريه Donc, la partie génétique, c'est le chromosome X ou le chromosome 20, qui est venu des parents. Donc, le chromosome X, il est venu de l'homme, ou le chromosome 20, il est venu de l'homme. Qui est venu de l'homme? Quand il est venu de l'homme, il est venu de l'homme. Ou on a une partie, les hormones androgènes mâles, les hormones zakaraya, qui sont le récepteur de la chair, qui où ils accélèrent la chute de cheveux. Mm-hmm. Du coup, le chara t'amène plusieurs cycles où tire. Donc, toi, les matchs te jadent. Et avec qui va rawa manta salah andergil, toi, les blasa complètement ferme. والمرض هذايا يجي عند النساء كيف ما عند الرجال الاكثريه عند الرجال اما فما نسبه قليله تجي عند النساء بالنسبه للمرض هذايا اللي هو لوبيسي اندروجينو جينيتيك يفرق مش كيف ما عند النساء كيف ما عند الرجال عند الرجال نبدا من الاول لي غولف هما اللي يفرغوا معناتها البارتي القداميه ومن بعد تبدا توخر بشويه بشويه عندنا زيد الفيرتكس اللي هو القبعه نتاع الراجل تبدا تفرغ وتبدا توخر بالنسبه للنساء ماهوش نفس الفراغات اللي لاحظوها بالنسبه للمراه لا ليني فرونتال قدامية تقعد هي بيدها إما لليني ميديان اللي في الوسط هذيك هي تبدأ تفرغ وبشوية بشوية تبدأ تبعد حتى لين ساعات تعمل دورة كاملة معناتها فارغة تولي ما عادش فيها شعر وتولي تقلق المرأة نكملوا دكتوره مع الاسباب وبعد نحكي شويه على زراعه الشعر نعاود نذكركم اللي موضوعنا اليوم هو زراعه الشعر بحذنا دكتوره دنيا بن جميع مختصه في زراعه الشعر والطب التجميلي اذا كنت تحبوا تسالوها في الموضوع هذا تكلمونا على 31 380 الف احنا مكملين من توا حتكش